اهلا وسهلا بنات، اليوم راح احكي لكم عن المنتجات اللي انا استعملتها وراح اقول لكم رايي فيها. اول شي راح احكي عن هيدا البادي لوشن من نيفيا، كتير حلو وريحته كتير حلوه وبيضل طوال النهار بعد الحمام. تاني شي راح احكي عن هيدا المسكرة، كتير حلو يعني ما بيسقط الرموش، بغذيهم من هاي الماركة إكرينال، كتير حلوة وفيها بروفيتامين وفيها فيتامين بي ويت، فكتير حلو للرموش وبيغذيها، فبنصح فيه كتير. تالت شي راح احكي عن هيدا الفونديشن، انا حكيت عنه قبل هيك، كتير حلو يعني كتير خفيف على البشرة وفيه SPF 20، فكتير حلو يعني وما بينشف البشرة، هيدا للبشرة الجافة بس مو للبشرة الدهنية، بنصح فيه للبشرة الجافة والدرجة تبعوله لايت. رابع شي رح احكي عن هيدا الليب بال، كتير حلو من لينو، هاي الماركة بمكونات طبيعية خاصة بهاي بريحة العنب، كتير حلوة وبيغذي الشفاف فبنصح فيه، كتير حلو. خامس شي رح احكي عن مزيل العرق، هيدا من نيفيا كمان، كتير حلو يعني بجنن، بينشف العرق يعني بيضل 48 ساعة مثل ما كاتبين، كتير حلو، فهيدا الشي صحيح مو غلط انه 48 ساعة بضل، فكتير ريحته كتير كتير حلوة فبنصح فيه. فالشي اللي ما حبيته راح احكي عنه هو هيدا من لوريال، سبب لي بتساقط شعري، ففي ناس يمكن ساعدها بس انا ما ساعدني ابدا، يعني شعري صار يسقط وما عجبني ابدا، ريحته كتير حلوة، يمكن في ناس ساعدها يعني بتختلف من فروة راس لفروة راس، فانا ما اساعدني ابدا، ففي ناس ساعدها بس انا شخصيا هيدي انا شخصيا انا ما ساعدني. هيدا كل شي، ان شاء الله استمتعتوا بالفيديو، مع السلامة.